نرجع لذكريات 96. كان مستر رود كرول هو اللي ماسكنا في البطولة، وكان معاه كابتن محسن صالح. الحمد لله أدت مباراتين تانيين كويسين، وخرجنا في طور الثمانية، ومع ذلك برضو ادوني أحسن باك رايت في أفريقيا. جالنا عرضين أنا والكابتن حازم إمام، قعدنا مع بعض وكلاء اللاعبين من إيطاليا. كان كابتن حمد امام رحمه الله عليه كان هو اللي موجود معانا في الفتره دي كمان، لانه كان بيعلق على المباريات من هناك، فترجم لنا. كنت قاعدين احنا الاربعه، انا وحازم وكابتن حماده والراجل الايطالي ده، فقال احنا هنجيب لكم عروض في ايطاليا وكده ومش عارف ايه. انا كان اوريدي كان عندي العرض بتاع المانيا، بس منتظر ان انا العب البطوله وبعد كده هسافر يعني. فالحمد لله ربنا كرمني في البطوله، عملت بطوله كويسه. بعد كده بدات بقى اتجه للعرض بتاع المانيا. في الحقيقة أنا كنت رايح، يعني أنت عارف يا سارة، ما كانش الميديا زي دلوقتي أو الإعلام زي دلوقتي. أو أكيد دلوقتي لو عندنا لعيب محترف ولعب مثلا آخر 5 دقايق، بتلاقيه في كل منتشر في طبعا كل طبعا السوشيال ميديا، وكل الناس عارفة أخباره. فإنما في الفترة اللي إحنا كنا فيها صعب إنك حتى تتفرج على مباريات الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني، كنا بنتفرج على النهائيات بس. وطبعا كلنا زي بعض، يعني معظم الناس ما عندناش غير التلفزيون اللي هو يعني العادي، ما كانش حتى اصلا ما فيش دش وكلام من ده في الوقت ده. فانا بصراحه ما هروح العب في الدوري الالماني ازاي؟ وبعدين انت عارف انا راجل يعني من المنصوره، وافتخر ان انا فلاح الحمد لله. طبعا الموضوع برضو ما تقدريش تستوعبيه بسهوله.